السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي متابعي قناة ماك فور كي، معكم عبد الفتاح خميس، وها نحن قد عدنا إليكم ومع فيديو قصير هذه المرة لنعاين معا آخر ما صنعت الشركة اليابانية هيكوكي. بالطبع نحن نتحدث عن جهاز الملتي فولت براشلس ريبر كاتر أند باندر كيت، أي جهاز ثني وقاس قضبان البناء الحديدية، المهنة الشاقة التي يخشاها كل بناء وعامل. طبعا هيكوكي ليست سباقة في ابتكار الجهاز كفكرة، ولكنها الشركة الأولى التي جعلت الجهاز يشتغل ببطارية، وهي الخطوة التي كنا ننتظرها جميعا من الشركات المنافسة حتى نتخلص من عبء توصيل الكهرباء للجهاز، خاصة وأن الجهاز يستعمل في الأسطح والأماكن المرتفعة. الجهاز يأتي مع بطارية 30 فولت بسعة 1080 واط، وهي سعة كبيرة جدا إذ بإمكانها قص 170 قصة وعمل أكثر من 300 ثانية في شحنة الواحدة. كما يمكن أيضا تشغيل الجهاز ببطارية 18 فولت في حال احتجت إلى ذلك. الجهاز باستطاعته قص قضبان الحديد ذات القطر 16 ملم وقاضبين بقطر 10 ملمترات، كما يثني قاضبين بقطر 13 ملم وثلاثة بقطر 10 ملمترات في آن واحد، وذلك أن الجهاز يوفر 47 كيلوغراما من القوة، فهو يقطع القضبان في أقل من 3 ثواني ويثني في أقل من 4 ثواني. فقط قم باختيار الزاوية التي تريدها عبر مبدلة على الجهاز، توفر 4 زوايا من 45 حتى 180 درجة. كما يمكن التحكم يدويا في ثني القضبان عبر الضغط على هذا الزر ليتحول من الأوتو مود إلى المانيوال مود. وفي حال نسيت البطارية أو فقدتها، يمكنك تشغيل الجهاز عبر ربطه بالكهرباء عن طريق أدابتر يأتي مرفقا معه في العلبة. يزن الجهاز 18.6 كيلوغرام. إذا ما اشتريت الجهاز ستحصل على شاحن سريع وبطاريتين وأدابتر، بالإضافة إلى محفظة بلاستيكية لحمل الجميع. أما السعر الأولي للجهاز فهو بسعر خيالي يقدر ب 3700 دولار على أمل أن ينخفض في النصف الثاني من هذا العام. هل يستحق الجهاز أن تستثمر فيه مبلغا كهذا؟